الحمد لله على السلامة يا بطل. حضرتك أنا عويل مش بطل. مفيش بطل يضربوه على قفاه. لما أقول لك بطل تبقى بطل. هو فيه بطل فايز على طول؟ ها؟ الحصان نفسه تلزم وقعة يقع ويقوم. البطل في قومته بطل مش في وقعته. يبقى لما أقدر أقوم أبقى أقول عليا بطل. الصبح الصندل مستنيك تطلع بيها المخزن. تاني يا خال؟ محدش هيركب الصندل غيرك. عيال أبو هيبة ما تكشش. مالك؟ في إيه؟ فاكرني حسيب اللي طخك، ها؟ بس ده مش أوانه. اصبر تنول يا طه، اصبر تنول. طبعا ما تقربش على كريمة أمك وعرة. سيبها لحد ما نشوف هنعمل ايه. كله تمام يا عمي، صرفنا الكمية كلها. حسبت اللي اتسرق يا مان؟ عمي اللي اتسرق. عمرك سمعت عن حد سرق ابو هبه؟ واللي سرق ما طيلهوش يدي؟ الموضوع ما هيتكررش، واللي هربوا بالسلاح ما هيعملوهاش تاني. اللي فحت فحت يا ماهر. طه راجع الحمد لله زي الفل، صخ سليم. عمك مشغول شويه. بالصفقه الجديده؟ الدور ده انا اللي هوزعه. طيب ما انا اشتريت غابه كبيره في فنلندا، ابقى اشوف نشاطها وقول لي. ربنا يبارك يا عمي. بقينا متعلقين بحمزة للدرجة دي؟ متضايق اني مسافر وحسيب حمزة؟ معقولة يا هبة عاوز تدسه في قلبك وتمشي بيه؟ خايف عليه يا هبة؟ أمه وأبوه ما بيجيوش يشوفوه خالص. وبعدين يا هبة؟ وبعدين؟ كابوس ولا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمزه بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب المية يا غنيمه، اشرب المية. حمزه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالراحة يا حمزة هتوجعني. روح انت يا حامد، الشيخ امين هيروحني. ما اقدرش، جدك لو عرف اني سبتك لوحدك هيطين عيشتي. طب يلا يلا يلا. هتوجعني يا حمزة، هتوجعني. عايز العب معاك. انا بتوضى يا حمزة. اصب لك انا يا شيخ امين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. بس عايزة اتوضى انا كمان زي ما وضيتك. وضيني يا حمزة. عمك الشيخ عاوز يلحق يصلي. تعال تعال يا حمزة. اغسل يدك الاول. حنكك ثلاث مرات. ثلاث مرات. واحد اثنين ثلاثة. صلي على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. الفاتح لما أغلق.
والخاتم لما سبق. والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق. ناصر الحق بالحق. والهادي إلى صراطك المستقيم. والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آلي حق قدره ومقداره العظيم. وعلى آلي حق قدره ومقداره العظيم. شاطر يا حمزة. أنت اللي شاطر. جعان؟ تحب ناكل سوا؟ مش عايز. جدي بيغيب كتير وبيخلينا عيط أنا وتيتا غنيمة. أنا زعلان منه علشان عايز أشوفه. غمض عينيك يا حمزة. غمضت أهو. ندخل عالم الخيال الأول. أدخل؟ افتح لي. خليك مغمض. فكر في جد أبو هيبة، هتلقاه قدامك طوال. شفته أهو وهو بيحط كلونيا على دقنه. طيب سيبه يحلق دقنه براحته. يلا نرجع من عالم الخيال. هي رجعنا. ما جيتش معانا ليه يا حامد؟ ماشي منين؟ عشان كان بيدور عليا. كان بيدور عليا يا حمزه. كان بيدور عليا جدي. انا شفتك وانت بتحط كلونيا على دقنك. جبت لك هديه حلوه قوي. طياره ما شاء الله، حلوه قوي. ما بحبش الطيارات. اها شايف، شايف كيف بتطير. ما بحبش الطيارات كده برضو تكسب جدك. ما تزعلش يا جدي، ما بحبش الحاجات اللي بتقع. إذا أراد الله شيئا كان. خلاص بلاش طيارة. لو بتحبني ركبني أدهم. يا سلام حامد. أدهم يا حمزة. أنا فوق وأنت تحت.
فين سيدك حمزة وفين حامد؟ خرجوا بعدها مع عم أمين.